48 49 لحقتي نفسك. ايه كل ده بتعدي ال 50؟ اه والله بس عديتها بتاع 4 مرات لحد دلوقتي. وما طلعتش ليه ولا هي بقى على الفاضي؟ بقى؟ بقى في مذيعة أمورة شيك محترمة تقولي بقى؟ محترمة غصب عنك. وليه غصب عنك؟ ما بمزاجي. موني كانت عايز تقابلك النهاردة. لو مش حابب مش لازم. لا ليه يا بنتي مش هبقى حابب أقابل مامتك يعني. بعدين شكلي هيبقى زبالة قوي لو ما روحتش. صح؟ زبالة بس مش قوي. نص نص. ماشي. ممكن يلا بقى عشان هتأخر على اللايف. اللايف ايه اللي هتأخر عليه؟ ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل معاكم نور شاكر وانتي اقوى على M&M 104.7. جات لي دلوقتي مسج من امينه بتقول لي فيها: يا نور انا مش عارفه اعمل ايه مع خطيبي، كل مره نتخانق فيها على حاجه يتقمص ويقول لي انتي مش بتحبيني، وافضل احلف له اني بحبه وتنتهي الحكايه بان انا اللي بصالحه حتى لو هو اللي غلطان، اعمل ايه؟ المسجز اللي من النوع ده بتضايقني جدا. يعني يبقى هو اللي غلطان وانت اللي تصالحيه؟ ما تخليش حد يحسسك انك ضعيفه او تهيني نفسك. اقول لك على حاجه، اختفي لحد ما يلاقيكي ويعرف قيمتك. دي اخر اغنيه في البرنامج معاكم نور شاكر، برنامج انت اقوى على M&M 104.7. اشترك دلوقتي واتفرج على كل اللي نفسك فيه. واتش إت، ما تخليش حاجة تفوتك.